صباح الخير عليكم اخوتي، كي صبحتوا بخير؟ لاباس عليكم؟ مزيانين هانيين، نتمنى تكونوا على خير وبخير وصحة جيدة ان شاء الله. شحال هادي دابا في الساعة؟ دابا هادي 6:30، عاد فقت من النعاس. عا سمحولي انوض نهود نتوضا نصلي ان شاء الله، او تاني كما العادة نشوفو ديك الغليمات تاهما مسكرهم عليهم الجه. الصراحة كنت واجد انا دابا حاليا، أجواء غزال تبارك الله، أجواء غزال ما شاء الله. الصراحة الجو كيصبح كيحمق، الغليمات راهم عندي هنا في هاد الكوري هذا، راه فين اللي من لهين. المهم ان شاء الله يا ربي انا وانت نصلي نفطر، ايوا ديك الساعه نكملوا ان شاء الله يا ربي. وشكرا بزاف على التفاعلات ديالكم، الله يكبر بكم، الله يجازيكم بخير، الله يحفظكم جميعا. الصراحه الله يريك، تفرحوني قسما بالله، الله يحفظكم، خليكم معنا. السلام عليكم. السلام عليكم. البصر لينا بدلو لينا الحويجة، مبغيت نقدر الفطر عود أنا اللي كتب الله نفطرو ونتابعو معانا إن شاء الله. المهم الإخوان أجيو معانا.
جينا نشوفوها تي ساعة ولا مبقاش هي تي، راكم عارفين الخوت معانس بسيطة، يعني كنستعملوها تي العادي، كاين لا كمانجا ولا كمبري، ها تي العادي اخوتي ويعطيك كويس هو هاذيك. واش لي نرحبو؟ ها يلاه نتكافاو معاك. باش نخلص مسكين الله يحسن حالو، ما بغاش يعطينا تي هاذيك كمانجا، ما بغيناش نتفرجو حتى حنا عليك. هاد الأتاي هدا كيطلع زيت الكيكة زوين. نصاوبو داكشي بالبلاد، يعني داكشي بيدانا، كاين لا معلقة لا والو، كنخليو راح شوية. ها اللي خرج عليا خويا، هذه هي اللي خرج عليا، كاين زفت ولكن هذه هي اللي خرج عليا 460، فين ما شاهد هذه، ما قولهاش إشهار ولكن هي راقية إشهار راسها. المهم اخويا بالنسبة لهذا الاتاي، هذا اتاي الدوغما، يعني هذا اتاي الدوغما، هذا ماشي الدكة اللي يعني شاف هذا النار، هذا اتاي، هذا يعني هذا اتاي الكسرة كما نقولو هنا في البلاد وبالطريقة الجلية، نقولو اتاي الكسرة الله غير عمر بطنا. علاش ما يكونش دابا البرق تلقي فيه عا جوج معلقين براهين، بالضروري طيروا واحد الكمية كبيرة، هذا عادي هذا عشا خلى لي الزيت كملوا لي البرق، المواعين ديالي وشريتهم بيدي ويتعاونوا معايا على الطيب، صافي هذا كنعمرو اخويا، هذا البرد هذا كنعمرو، وعلى حساب الاخوان انا راني ماشي بوحدي، راني نقول لكم عندي كرشي كبير، راه عندي الوليدات. الله يخليكم وليداتكم جميعا، ملي كنصاغر اتاي ليلي وكنصاغر بالوليدات عا مازال الناس، نقص البوطا واحد شوية، إيوا نخليوها تربح مع راسو، ندوزو للمرحلة الثانية. قطعوها بحال اورو اخوتي، عارقي عارقي، الصراحة بهاد الطريقة كيجي مزيان. فرشه بهذه الطريقه، خلو سوا قدام، اولا نزيدو واحد شويه، نزيدو واحد شويه،
الراجل المسكين هكا تغوت. انا ما جاي عندك، انا ما جاي عندك. هذا الزبدة ما كتشوفها، هو خاصنا نعطيوها على المتاح، ولكن ماشي مشكل. تبعنا نقراو ديك اللعيبة ديالنا، حنا جبالة ما عرفناش. طيح عليك الشيء من فوق، قلنا راه عندو لي ناقلة، المهم عاقبلو لها الشغل ديالي يا خويا. ما عارفين شنو تم، تعطيها الجهة العافية. نزيدها شوية هنا فكر نقصو البطا مزيان، نجيو لهنا ونديرو واحد البلاصة هنا، هنا كنقولو البهارة راح شوية هي. أنا رجعت شوية ماشي هدا البلا، بالنسبة للخضرة المليحة يعني شوية على حساب الكشر مالها. يعني المليحة غير شوية، يعني أصلا كشر مرة ما يدخلش بزاف د الملاح، إيوا دابا جات المرحلة ديال الطربخ يا ما الطربخ. نزيدو له شويه في البوطه باش يطلق لنا هادشي،
ايوا صحيح، هاتي لينا وجه. هاتيلينا دابا مزيان، نضرب هاد الشيط، خبزة الدار اخوتي، خبزة الفرن ماشي ديال السوق، ما كاين شي دار فرن ما كاينش. ايوا تبعوني تبعوني اخويا، جيبوا الفيفان ديالكم واجي بلاه. كما كتشوفوا اخوتي داكشي ها هو الخبيزه، باش قلت لكم راه الخبيزه راه بلديه، راه عارف الرافين هو اللي كنخبزو فيه، يعني داكشي كلشي بلدي، ما كاينش شي حاجه ماشي بلديه اخوتي. المهم اخوتي خليكم معنا نفطروا، ساليو الفطر ان شاء الله. أول صداق ديالكم نتوما، المهم أخواتي راح شوية غنفطر إن شاء الله ونخرج نكمل معاكم على العرض. شكرا بزاف وراكم هنا، راكم ديما في القلب اخوتي، والله العظيم الا راكم ديما في القلب، راني كنبغيكم اكثر من نفسي. نستعد ان شاء الله باش نمشيو القرية عندنا كما كتشوفوا، هذه هي القرية عندنا باش على حساب العطاش، وهذه الخلاعة الثاني نعرف هذه مسكينة هي اللي ما كتشوفش، لا حول ولا قوة الا بالله، هذه كانت داخلة باش ما كتبعنيش، الخلاعة داخلة مسكينة لداخل، يعني هذه كتخيل هنا. نشوف واحدة أخرى مسكينة تا هي ما كتشوفش، كندخلها لعنده. كش 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 سك، خرجوا خرجوا ها هاش، خر 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 سك 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 سك. هذه مسكينة تا هي ما كتشوفش، هذه
درت له الملحه قد كتشوف واحد شويه نديو هذا هي عند اختها. المهم الاخوان دابا طارقنا ان شاء الله نضربوا شي دويره على برا، مسكينه ما عندها مزرعه على المهم هذا كل شويه النبق وصافي مع شويه السدره. دابا من هنا الفوق عاد بان زين ان شاء الله، من هنا كتبقى على في الداخل وكتبقى تاكل التبن على حسب على برا راه ما عندها ما تاكل. غنخرجها على هنا حدا هذا الباب، يعني كنسقط لها واحد شويه السدره وصافي، يعني حدا الباب يعني ما كان الدراري نازلين ناس الداخل. راه في السطح الفوق نسبقوهم اللي هنا. واحد المعزة كتسبقني شي لوزة اللي هنا، كاين لوزة راها فين هي شتوها فين هي. اتش ريش 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 سك ريش كيلا نشدك المعزة إلا سبقت تما كلشي كيسبق راها هي الأولى. اتش ريش حيدا من الغابرة المهم الاخوان من هنا غنمشيو نخرجوا على هذه السدرة اللي هنا على برا، نكمل معكم ان شاء الله الفيديو حتى الاخر. ما تنساوش ديروا لايك واشتركوا في القناة ودعمونا فضلا وليس امرا، الله يجازيكم بخير، وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم. شكرا والسلام عليكم. نكملوا ملي نخرجوا لبرا. كتشوفوا اخوتي هذا هو النبق، يعني هذا هو النبق اللي كذاكلو الغنم، ها هو فين هو في هاد القويقات، يعني كتسقطوه لي كذاكلو كتحماق عليه على هاد النبق. يعني كاين الخير موجود ولكن هذا مكرفس شويه على حساب الغابره بزاف، يعني مغبر بزاف، يعني كنسقطوه على الغنم، ولكن كاين شجر هنا النبق موجود. نسقط لها شويه النبق وغنرد بحاله، اما حتى المرعى والو ما كاينش، هانتوما كما كتشوفوا نسقطوا هادي عاود شويه، هادي احنا سقطنا لها كاين الشجار هنا، كاين هنا الشجار اللي ما نقدروش نسقطوهم، يعني الخطر ديالنا الصراحه الخطر ديالنا ما يخليناش نسقطوهم على حساب فيه من نبك تامر. انا ما نشارك معكم يعني هذا كنخليهم للماكله كناكلوهم على حساب هذا النبك ديالهم رقيق بزاف، يعني ما فيه شيء على العظم، هذا كذا كلو الغنم.
ايوا صافي تبارك الله. شو نجمعو؟ شوف الغلا مخرا فين هي. هذه هنا، هذه هنا. رجعوا هنا، رجعش سك سك، رجعش سك. ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك. وبالنسبه للغلام اخوتي، الا ما رديتش البال معاه انا كتدخل الصدره وكتبقى في الصدره ما كتخرجش. تقدر انت تدخل بحالك وتخلي الغلام على برا، غير هو ما كانش اللي يدور هنا، كان شي حاجه اللي يعني اللي كدور هنا بالنسبه للحيوانات، ولا بالنسبه يعني بالنسبه حشاكم الكلاب ولا ما كيضروش. هاشي رجعش سك 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 ايوا صافي. هنا يعني واحد شويه عاد المكانه ولا واحد ساعه ونص. ايوا ها الرده بحال الكوري، نعطيوها التب نعوض. اما تا الماكله ما عندها، ماذا كنت مسكين على برا والو على الكحت. هاش هي رجعش مهم الاخوان، كنتمنى الفيديو يعجبكم ويكون مريح لقلبكم، وكنتمنى يعني يكون شاركت معكم هذا انقطاع فيديو يكون في المستوى. والله يحفظكم جميعا، وشكرا بزاف على الدعم ديالكم، والله يجازيكم بخير. والله يحفظكم ويحفظ لكم وليداتكم ويحفظ لكم والديكم اللي مازال له الله يحفظهم له، واللي ماتوا له الله يرحمهم ويدخل عليهم الرحمه والمغفره ويرحم جميع المسلمين. والله يحفظكم جميعا، والسلام عليكم. وبالنسبه لهذا النبق هذا اخوتي، ما كنقدرش يعني ما كنقدرش نسقطو الصراحه الغلم، على حسب هذا راه نبق ديال الماكله ماشي الغلم. يعني تبارك الله، يعني شوف هذا اللي طايب يعني كي داير، يعني هذا النبق تبارك الله ديال الماكله، يعني راه مزيان تامر تبارك الله، يعني ما كيتعطاش الغلم. غاداك الاول لكن ما خصناش نضيعوه. صافي اخوتي تبارك الله كي داير، خير تبارك الله.